الاضطرابات النفسية وصلتها بالأمراض العضوية، تاريخ الطب النفسي، تطوراته وأسبابه، هي محاور الأيام الطبية 11 في الطب النفسي في صفاقس والجنوب، ببادرة من الجمعية التونسية للطب النفسي. في الأصل هي مجموعة من الأطباء النفسانيين بصفاقس والجنوب في السنين 80 بدأوا ينشطوا بطريقة بالطبع العمل الجمعياتي في نطاق صحيح، نطاق مهني، ولكن بالبعد الاجتماعي والجمعياتي. فرصة كانت بالمزيد التفحص ودراسة معناتها أسباب الأمراض النفسية، اللي الناس كنا نحكي الأمراض النفسية ما نقولوا منين تجي، شنو السبب نتاعها. يعني شفنا اللي في عديد العصور كان التفسير نتاع الامراض النفسيه تفسير مع عضوي تام ستاتيك سكون ابل لورغانو جينيز، وبعد فتره ثانيه كان تم تفسير بلوتو مع بسيكولوجي سيتادي لا بسيكوجينيز، يعني نفسروا الامراض النفسيه بعوامل نفسانيه. وتو في الاخر بكل وصلنا للفتره الحاليه نتاعنا اللي الامراض النفسيه نتاعنا ولات نتاعها متعدده الاسباب. هو موعد لتلاقي نخبة من المتداخلين بين أطباء وأخصائيين في الطب النفسي لتدارس أسباب الأمراض النفسية، خاصة في ظل تصاعد مرتجي العيادات النفسية ما بعد الثورة. الأمراض النفسية تو حاليا كما تعرفوا النسبة نتاعها زادت، هي متعددة الأنواع، ثم أمراض نعرفوها الناس كل. تعدد أدوار المرأة يجعلها الأكثر استهدافا للاضطرابات النفسية التي تكون بالأساس أسبابها اجتماعية، خاصة مع تغير تصورات الطب النفسي في السنوات الأخيرة. هو مفهوم الطب النفسي بصفة عامة في العالم، في العالم أجمع، في العالم تغير الحقيقة، وحسب الحضارات وحسب البلدان وحسب التطورات اللي صارت كان معناها كانوا الاضطرابات النفسية، باش ما نقولوش الهبال، خاطر يسميوه الهبال ككل، معناها وسمة عار في معدل 15 سنوات، معناها عمرها 35 سنة 40 سنة تكون عندها طفلين ولا ثلاثة مثلا، هذيك الفترة الصعيبة وقتها تنهار وتمشي للطبيب النفساني وتقول له ما عادش نجم. أنا هنقول لك كطبيبة نفسانية حل المشاكل الكل يلزم الأب يرجع للدار، يشد داره شوية ويشد ولاده شوية ويساهم الأم معناها في التربية متاع الأولاد. الوضع النفسي للشخصية التونسية بات متوترا وتعددت مظاهره وأسبابه، وزادته حالة لا استقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.